عندك ادريس انا هي قولها هادير ماما قولها هادرها ماما خصها تعرف شكون انا اتونسيون اش من عاو عاو لا لا عندك اولدي عارفه لا ما تخافيش ادريس عندك كي تمشي تطلق لك من داك السمطه ادريس ماشي هذيك السمطه ادريس لا 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 ادريس يا ابني تشوفي بهذيك انا انا ادريس هي شتا انا كتشوف فيا يا انا يا ادريس ودابا ربي شي معدي حيالتك دخلت عليك بالله غدا الماكله الكليبه غدا جايبه الكليبه شنو سميتها عندك شنو سميتها هذه ساشا 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 ها انا عيد انا مستعيد والله قال لك شنو طار لي انا مستعيد ماشي واخا شاده مخده غطا لا 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 عندك تحيد لا الصمطه لا ولدي لا دريس دريس لا لا ما تحيد لا الصمطه ولدي انا مزوقه لا الصمطه لا لا كنضحك معاهم لا لا ادريس انا مزوقه لا ولا شي ماما على الشيطان ادريس عافاك اودي دير لا الصمطه انا مزوقه فيك ادريس ولا هذا ماشي هو هذا ريما هبطت انت يا بنتي لا ماما قولها ماما قولها هذه ماما اللي رباتني بات كونفيونس شنو هي هاي قصات بات كونفيونس يا ربي السلامة صافي قلبي ضرني تخلعت فيها شي ما هي حاولي تقيسيها هي راه ملي كتهضر انا كنت كنلعب معاها وكنت كنقيسها كيفاش دارت تبدلات عليا التبديله كامله انا كنت كنلعب معاها وداك الشيء لا قلت لكم واحد القضيه قلبي كيضرب شي ما انت ما كتخافيش منها هيا جي تسكت كانوا لا بركة ما على الضروع اتيش معنا ولا صافي والله صافي عكا نعم اجا اختي انا جاية انت ما كتخافيش بلاتي شي شوية وهذه دابا كانت كتخرجها لي ما تسقى غادا كدور بها خرجتها شحال من مرة مني ولدات تبدلات خرجها ليا حيت ما كيحرجها واو 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 تمشي عندها ما تحرجها ما تعطيكش لا قلت لها ما تعطيكش صافي راه صافي الحال ما خرجتها ما بغاتش تتحرج وانت تقول لها هادي لا سيري لا قال لها لا هي لا سيري اجي مشي لا لا ما تعرفنيش لا ما غاديش تعطيكم طلع عليها من الشراجم زعما وداك الشيء فرحانه بها ما تخلي روحي تخلع هي ورا بالصح راها صافي
لا كانت صغيره كانت صعيبه، ولكن واحد الايام تضرافت ولات ظريفه. فاش كنا هنايا كنا كنبنيو كانت صعيبه، فاش كنا كنفينيو ولات ظريفه. وحق الله والله الا كنت كنهضر معاها انا كدور حدايا. عقلتي واحد المره والله الا بدات كدور لي في جنابي وانا كنقول لها تمام. كنت كنخرجها انا ودات كيخرج دور حيت كيحرشها. انت اللي كتحرشها. انت هي ما مزياش. ماشي ما بغيتش والله ما تعبك. سير خويا تشد لي رجلاتي باش كنتمشى الصباح. والله ما تعبك يا ربي السلام. الله ما حرشهاش. وما حرشهاش. حرشها لا انت بقى اللعبه اللي درتيها. لا 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 ما خداماش انا اللي طلق لها الصمطه. صافي ولدي حطها على برا في الجرده. انا نخليها في الجرده. ها نديروها في الجرده. شنو شفتو لها البال وبنت عامه لا نحطوها على برا بنتي. دريس راه معانا راه بنت معانا الخدمه. واش قرتي لها شي حوري باش نديروها كاع؟ كيفاش شويه هاد اليامات واحد اليومين. ما تخافيش ما تخافي والله ما تدير والو الا هي ما تخافيش باش تولفنا بنتي هكا. واش نتوما تديروا كرم في الدخله؟ ما قدرتش واحد يدخل حتى واحد يخرج. انا ما نقدرش. انت كيسي معانا. سمعتك يقول لها اطوس اجي نقول لك غنقول لك واحد القضيه. لا تتعرفي علاش غديريها؟ علاش غديري كلب؟ علاش علاش انت براسك خايفه؟ انت براسك وراك كلبت ولدي هذه ضروري خاصني نتهلا فيها. علاش انت باغي اليوم انت مع ادريس؟ لا خايفه انت شدتي التليفون كترعدي. شدتي التليفون كترعدي. هنا كتقول لك ربيع. لا انا ما تتعرفش. علاش غديروا هكا؟ علاش علاش ما فهمتش غديروا؟ انا والله كتحل الزاج وتدخل عندنا مسكينه تجيها ازمه. والله ازمه عندك حتى شي نصبه. كيفاش ما نعرفش انت دابا الكلبه ديالك ما تتقلقش. جيب لها 10 شهور تناوس. اختي لا ولكن ما طلقلهاش عفاك دابا هذاك الشيء. انا اللي قبيله تعرفتي شنو دار؟ قالنا هي ما دير حتى شي حاجه ما تنوضش وطلق لها الصمطه. ناري على خليها عاوتاني. ويلي عفاك انا مزوقه فيك ادريس. انا مزوقه فيك ادريس. شوف دريس 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 صافي ودي خرجها على برا صافي. تحلوا لي اجي حلي لي من انا. لا اجي نقول لك دريس خصك تحيد طوموبيلتي باش تدخل طوموبيلتك للكراج. امشي نحيد له طوموبيلتك. صدق سمرت انت يا لا عطاتني الساروت. ها هي بلا ما تجي كامل. فين هو الساروت؟ صافي شوف ديرها في داك الشرجم تاع على ما قديتي هادشي. اجي اجي شدها. سافانا 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 دابا انا معاك. اش 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 طبق علينا داك الشيء. اتونسيون كلش اتونسيون واش كتبغيني؟ قالها با كونفيونس. كيفاش ضربت فيه؟ سافانا ما ضربتش ديتي الباب ليا داك النهار بقى فيه الحال حيت تحرشها عليا وما تحرشاتلوش. سافانا داك النهار هو كيحرشها عليا. سافانا سافانا اش اش اسي 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 خصني انا نعيط لها. قول لها اسي. لا دابا شفت شي واحد خارج. شفت دابا لا شفت دريس مشى. اه لا ما تخافوش لا اشرف اصاحبي راه ما كاينش اللعب في هادشي. شاري لها سمطه ريما كتجبديها. ما تخافيش وما تخافوش والله راه شكون كان كيخرجها؟ فاش كنت صغيره وراك خرجتها قد هكا. يلا خرجتها انا وياها. هو خرج الكلب الاخر ولا هاد الكلب؟ سافانا سافانا اش اش سافانا اش اش حاضية دريس. حاضية دابا تيدخل. سافانا دريس واخا يمشي ليا دابا الطوموبيل ما نقدرش نخرج عنده. انا نخرج لك عنده. سافانا شوفي بحال بحالها فاش كتفيقيها من النعاس. اش اش سمعتي سمعتي الله اكبر. يا ربي سيدي دريس شنو كدير بلاكو ديالها؟ دريس الطوموبيل باش يتفضى ولدي. هيا كتسمع الكلب هيا تبدا تنبح.
شو كيما غتمشي عندو؟ كتبغيه؟ انا كنت كتبغيني قلت النهار صافي الفيديو ما يحرش عليا. اش باغا تاكل؟ اش اش هاك جاب لي الماكله. كتاكل الماكله الدجاج؟ كتاكل داك الشيء بصح؟ جاب لي الماكله. الماكله ماشي كتشوفها يلا يلا عطيني كاسر مخاطره غير تخرجي ما تخافيش ديري ما تخافيش صافي شعلي الضو الا بغيتي تبقاي تشوفي. انا دفات الضو باش تشوفوها نتوما هي ما تشوفكمش. بنادم دابا كتاكل دريت باقي عندنا الدجاج المحمر نعطيه لها. هذا ديال الريستوره ما نعطيها الدجاج المحمر اللي راه تدريس هذاك مخبعه له حقه راه نعطيه لها. ما تاكلش الروز حتى انا ديك النهار شريت وقيت فيه غير خبز الروز وصافي. كتقول له شنو يبين وصافي ادريس دخل في حالاتك راه كيوكلها. اه نجي الكلمه فينا نديرو له عطاه كوكا ولا باش نعطيه له نخرج. ادريس تعشى وسهلا قلت له ياجي نكملوا الفيديو. الفيديو اصلا بدا بلا مقدمه بلا حتى شي حاجه لان ما كناش ناويين هذا الفيديو. جاء ادريس عيط له قلت له شوف جيب معاك الكليبات ديالك لان هذه الكليبه الصراحه راه رباها ادريس ملي كانت صغيره وكانت درويشه كانت درويشه ما كتهضر ما كتكلم كلشي كيقطع كلشي كيلعب معاها كلشي كلشي كتلعب معاه. ولكن صافي دريس شنو كيقولها دريسيتيا ياك دريساها على على لاطاك دريساها على لاطاك ولات صعيبه فريمون طيب ولات صعيبه. المهم ما عليناش. انا هي دابا غادي تكون واحد لا ماشي اكثر من 3 شهور غتكون واحد 5 شهور 6 شهور هكا ياك. كنا ديك الساعات راه زوجنا ودرنا وكلشي وهذا وكان جابها ان كان خوا بينا العساس نتاع هنايا وكنتي جبتيهم بجوج سميت هذاك النوع الاخر وهذا الروت. الروت انا ما والو مع السميات شوفوا ولدي عارف زعما كيربيهم وانا والو. فهاد القضيه كنت ولفت معاها وسقطت واحد النهاريات نعاودها لكم زعما فحال الخريفه زعما عرفتي واش نعاود. واحد النهاريات انا كنت مع ادريس ودابز دريس ماشي حتى دابز دريس كان خارج يقضي واحد الغرض انا وصلتو وغيرجع معايا. مشى داك اللي جا كلاني شي واحد وكلاني زعما انت زعما ديك التعسف زعما انت واقفه هنايا انا كان اللي كنسد عليك كنت باب واحد الزنقه وسد عليا ومشى سد زعما الطوموبيل ديالو مشى في حالاته. ادريس فاش جا كيسول على هذاك صافي قالوا له راه سدها سدي عليها. المهم دريس طلع له الدم نوض المهم قرباله ناض غيدابز وداك الشيء وديك هاد الكلبه هادي وواحد الماركه اخرى سميتها حتى هذيك عرفتي هو اللي سطاف ياك. لا ولكن كانت معاه كانوا جوج كلاب ها هي هادي وسطاف. اه فانا راه كنعرفش. المهم هادي وسطاف كانوا بجوجهم وعرفتي بجوجهم كيخلعوا انا كنت كنخاف منهم. ودابا انا فاش التدريس دار الكلاب بحال هكايا وكيدابز وعرفتي وما نقول لكم شي زعما كاين واحد ديك الافلام زعما نتاع الاكشن زعما وانا ما بغيتش ادريس يدابز وما بغيتوش يضرب وما بغيتش بزاف نتاع الحوايج كنخاف. المهم كنخاف ما نكذبش عليكم ما كنقدرش نشوف سوا خوتي ولا ولادي ولادم تنقدرش نشوف الدبيزي زعما. فانا بقيت كنقول الله يسهل لك ولدي الله يسهل لك ولدي لا با يزيد زعما ياكي. فانا شنو درت حليت الطوموبيل وتصوروا معايا الخلعه الله يكون معانا. طلعت الكلاب طلعتهم اللور نتاع الطوموبيل والله ما خفت منهم تعقل ولا ما تعقلش بالخلعه خفت ولدي باش ما يضاربش وباش ما دوك الكلاب ما يطاروش على شي حد ولا هذا. دخلتهم وتصور عرفتي يدي كدير هكا 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 وكنرغبو كنبوسلو راسو كنقول له عافا ودي انا مزوقه فيك صافي يلا يسامح له يلا يسامح له. الناس كتفكوا داك الشيء. المهم طلعنا دوك الكليبات وفاش جاو دوك الكلاب ماشي كليبات. المهم فاش جبتهم جبنا جينا لهنا نيت للدار وديك الساعات كنا مازال كيما قلت لكم في فينيسيون ودوك الكلاب قتلوا جات مع ديك المناسبه وهذاك هو السبب اللي كنا كنقلبوا ديك النهار كنا كنقلبوا علاش العساس مشى هي انا الكينيسيه صافي وما قتلوه صافي خليهم وبقاو هنايا. ولكن المشكله كان عندنا الناس اللي كانوا كيخدموا كانوا كيخافوا منهم وديك النهار حيت ركبتهم معايا في الطوموبيل حتى ما بقاوش يخلعوني ولاو كيضربوا في جنبي وانا راني كنخاف والله الا انا حتى القطوط اللي ما كيخافوش منهم زعما حتى شي حد ما كيخاف منهم انا عندي الفوبيا ديالهم كنخاف منهم.
ايوا المهم ما علينا. دابا كيفاش جا هاد هذا نحسبوه برانك دابا ولا نحسبوه خلعه؟ شنو نتوما تحسبوا هذا البنات؟ خلعه ماشي برانك، خرجت منك داكشي علاش خلعه. اجي حدايا، اجي ريما، اجي حدايا ما نوها ما نقولكمش كرفعات فيها. دابا انا جا ادريس جاب معاه الكليبه. الصراحه انا نقول لكم على شنو السبب، زعما بزاف الناس اللي غيكون عزازين عليهم القطط وغيلوموني على هاد الهضره، ولكن انا كنخاف منهم. انا قلت له جيب ديك الكلبه ديالك باش القطط يوليو يهابوا وما يبقاوش يجيو لعندي، انه ما يمكنش ماشي دابا هي كيجيو عندي بشويه، انهم ولاو كيبغيو يطيروا عليا والله العظيم. زعما نقول لكم نيشان، هما فحال شحال كاين واحد اربعه ولا خمسه، وحده كحله وحده بيضاء وكحله وحده زعره، هذيك الزعره زوينه غاسي استا بنتي ولا بنتي هاو داك الساعه كتبان والله العظيم. عرفتي ادريس انا غنوريها لك، انا كنت شتي طلعت لنا حتى الفوق، ما عرفتش كي دارت تخلعت، قلنا باب لاكاف كانت محلوله وطلعت حتى الفوق تصور نوها، كنت انت هنا لتحت ونوها كانت الفوق وشافتها بقات كتقول لي ماما اجي تشوفي بشويه. عرفتي فاش خرجت الله يكون معانا وقسما بالله كنقول لها صب والله ما كتحرك، كتشوف فيا وكدير لي مياو بحال هكا، والله هي اللي كتهد عليا ما بغاتش تخرج. يمشي يحل اشرف الباب من لهنا وتصدق هذا الباب هذا يبغي يخرج مطلوقه دابا. اسمع قولي اشرف عندك يحل الباب؟ لا ما عنده ما يدير يحل. شوف غادي يسد دغيا، راه هي راه واقفه على في الدروج ما كاينش لا يحل. خليه عاوتاني خلعو حتى اشرف لكم سيربريز. المهم دابا ما علينا شيء، صافي صدقني ما غادي نخلعو على قطوط لا حتى شي حاجه. المهم ديك القطه عثرات حتى على اشرف في راسك قسما بالله، حتى على عرفتي فاش كيقرب لها تدوك بحال هكا كيقول لي راه طار عليا. صعابين والله الا هاد القطوط نتاع اللي ما كيكونوش مربيين صعاب. المهم انا كيخلعوني وحيت خالد كيخرج لهم الماكله وداكشي كيجيو عندي كامل كيدخلوا ما بقيتش كنقدر نحل حتى الباب. والله الا كندخل نحل الباب ولاو صعاب. راني مريضه تخلعتي؟ لا ما كتخافش. ودابا فاش جا دريس انا بقيت كنقول راه زعما ما نخافش منها وهي ما زعما ما غاديش تهيب عليا. دريس قال لي راه ما بقاتش عندها مع البشر كاع، ولات ما عرفتش علاش ولات صعيبه. صافي انا ديك اللي هابطه ها اللي تيجي شي قيست زوينه شي قيسه وانت تقول لها ما تقاش تخلي بنادم يقول لك زوينه. انا بقيت عليها ودابا شنو وقع ليا انا؟ عرفتي راه واحد المنظر راه بوحديته ما يقيسها زعما شي حد في راسها ولا شي حاجه. لا وي دابا المسخوط اللي قرب لها بعدا دابا كاع اصلا والله الا فين المسخوط زعما اللي قرب لها هذيك ان شي واحد يقيسها صافي ما غادي ما تقيسها. لكن ما تولات شي ما قبلت كي كدير صعبه شنو تتقلب عليك خلعتيني انت. شوف عرفتي شنو وقع؟ كنقولو نعاود دابا عاود انت كمل انت الهضره كيفاش طاح لك هاد البلان تاع الخلعه باش نخلعوهم؟ لا بعدا انا كي درت ربي لا ما كي درت فاش هبطت في الدرج كنت باغي تهطي وهي تردك. لا واش شنو وقع ليا؟ تلوت لك الرجل تلوت لي رجلي في الدرج وعرفتي كنت غنتسطع انا اصلا غنجي لعندها تخلعت وانا تخلعت وانا كنبح بحات انا عين بحات خلعت كل تخربوا لي الرجلين وتخربقت وانا نقول لهم دابا حيت شيماء مربيها شحال عندها دابا الكلبه ديالك؟ 8 شهور وراه تكون كبرات شويه كنبقى قصيره عليا كاع ما طولت ما عطاتيهاش الحليب في الصغر. نعم مرضاتي لانهم كاع ما كبرتش. لا سميتو مرضاتي انا ماركه عندك انت انا زعما لاغاس ها رابرادو هو زوين هذاك داك لاغاس زوين واعر انت يكونوا عند هذاك الرابراتور واعر. عرفتي دريس دابا كيقول لها ما بغيتيهاش كتقول لا بغيتها هي دابا عندها ظريفه ودريس بغى يردها لها صعيبه. لا ما يمكنش دريس ما يردش الكلاب ما يردهمش صعابين عنده تيدوزوا واحد لقيتها ساهلين وما بقاوش ثاني صح. عنده واحد الهوايه ديالهم سبحان الله العظيم. صافي وقلت له راه شيماء راه كاينه هنايا دخل هي خلعه ولكن هي بالعقل. دابا انا جيت عند نوها وقلت لها غادي يضحك معها شيماء وراه ما تخافيش راه ما غادي لها حتى شي حاجه. قال وصيته قال لي راه ما تخافش راه مابقى شاده راه غادي نشوفها زعما واش واخده المناعه منهم.
الساعه قالت لي الاخرى صافي دخلت بقات كتقول انا لا انا لا انا لا عرفتي بنت بنتي انا لا ودابا لي بيغرى انا بديت تصور قبل وبالخلعه اللي كانت فيا راه ما كنتش باركه كاع على الفيديو هي جالسه هكا ياك والله الا بقات كتصور شدت شي ليفون مخلوعه وما كنصورش غير داكشي راه داج بعدا تخلعوا كان بزاف تاع الحوايج اللي كانوا زعما تاع الخلعه ايوا المهم هادشي اللي كاين شنو اخر بغيت نقول لكم يكون فيديو زوين تكونوا حتى نتوما تخلعتوا ياك لا لا ما كاين لا خلع على والو كنا هي ضحكين شي ما صافي مسامحه انا مسامحه انا شنو شنو لا مسامحه وانت يا نهى اختي انت مسامحه وانت يا ريما شكون نهى الله كات عيانه نهى عيانه لا هي عيانه وباغا تجي تجلس ونوضتها من تما كاينه تقصات تما راه انا لا كنت تهضركم بقيت هنا ياك تخليها ما كانش خصك تخرب على لا ما خصتيش ندور لديك الجهه راه تحركات مسكينه اي والله يسمح لنا وصافي هادشي اللي كاين تهلاو في راسكم وكنبغيوكم بزاف 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 وشكرا للمحبه ديالكم وشكرا بزاف الكلام الطيب اللي كتقولوا في حق ادريس هذيك ربقات هي كدريسيها دابا قاصه من الشرج من الداخل نتاع البيت وقاصه اتونسيون اتونسيون ادريس نعم ولا كتسمع ليا وايلي هو وقولي دخلالك شنو هي الطريقه كيديرها صافي بارك عليك السلام عليكم